هذا النوع من القوارب أو الزوارق كنت أفكره بس بالأفلام أو بأفلام الكرتون أو القصص الخيالية. أول مرة أشوف هذا التصميم، يعني على الأغلب من الأمام أو من الخلف مستحيل يغرق لأنه نصف دائرة، شكله حلو جدا، لكن علميا مقاومته للماء أو سرعته أو مدى مقاومته للغرق عالية ولا مثل الغوارب العادية؟